مصيره. أنا الحين راح أجرب مع علي أن راح نفتح القرآن بآية معينة ما يدري هو شنو الآية وراح نختبر قدراته. وهذا الحين الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الصفحة 293. طيب جاهز؟ ما هي السورة؟ سورة الإسراء الجزء الخامس عشر. هذه الصفحة في جانب يمين. في أي مكان نزلت السورة؟ في مكة. بداية الصفحة أي آية؟ وبالحق أنزلناه. نهاية الصفحة؟ وينذر الذين. الكلمة الأخيرة؟ ولدا. ابدأ بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ ما لهم به. الصفحة التي بعدها. وإذ اعتزلتموهم. بعدها. كذلك عثرنا. بعدها. اصبر نفسك. بعدها. فدخل جنتك. بعدها. المال والبنون. بعدها. فلقد صرفنا. بعدها. فلما جاوز. بعدها. قال ألم أقل لك. بعدها. إنا مكنا. بعدها. قال هذا رحمة. بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف هيا عيسى. بعدها. يا يحيى. بعدها. فكلي واشربي. بعدها. وأنذرهم. بعدها. وناديناهم. بعدها. رب السماوات. رب السماوات. ارجع من هذه الصفحة 100 صفحة وقل بأي آية تنتهي. اصبر لولا. اصبر دقيقة ما شاء الله. بأي آية تنتهي؟ ويقولون لولا. الحين راح نصعبها. ارجع آية آية. قبلها أي آية؟ وما كان الناس قبلها ويعبدون قبلها فمن أظلم قبلها قل لو شاء الله قبلها وإذا تتلى قبلها ثم جعلناكم قبلها ولقد أهلكنا القرى قبل وإذا مس الإنسان قبل ولو يعجل الله قبل دعواهم فيها قبل إن الذين آمنوا قبل أولئك مأواهم قبل إن الذين الصفحة التي بعدها وإذا تتلى عليهم صفحتين بعدها للذين أحسنوا صفحتين ومنهم من ينظر إليك صفحتين ألا إن ولي الله صفحتين قال فرعون ائتوني صفحتين فلولا كانت قرية خمس صفحات ويا قوم لا أسألكم خمس صفحات قالت يا ويلتى 30 صفحة وأتاكم من كل نهاية الصفحة ولا تحسن